السيدة سعيدة علي الكمال. السيدة هالة إسماعيل محمود. السيدة نسرين سمير عبد الرازق. السيدة عايدة محمد إبراهيم. السيدة رضا فتحي عبدو. السيدة هدى عبد الهادي. تكريم نموذج ناجح للتمكين الاقتصادي السيدة وكيها عبد الجواد عبد العالي، حاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية من فئة التمكين الاقتصادي حيث بدأت مشروعا صغيرا، ولديها الآن 3 مصانع لتصنيع المنتجات الجلدية. نموذجا مشرفا نحتفل به. تكريم السيدة سمر عصام حنفي. ابنة من دار السيدات المسلمات للأيتام وحاصلة على بكالوريوس رقابة وجودة، نموذج من العطاء والتضحية. تكريم السيدة منال محمد السيد، والدة اللاعبة البطل فاطمة أحمد الصاوي من أصحاب الهمم والتي تفوقت رياضيا وحققت المركز الثالث من ميدالية البرونزية في بطولة العالم للسباحة الأسترالية 2019. تكريم الراعي الرسمي للحفل مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، ويتسلم التكريم السيدة صباح العربي.